شاء الله اليوم في نشاط. بالله على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم. العدد لا بأس فيه كويس اليوم تقريبا النصف إن شاء الله. في قبل ما نبدأ المحاضرة في أي كومنت، في أي كومنت، في أي ملاحظة؟ طيب، إذا حدا عادة بيحب يحكي بيعملها ميوت لأن أنا متاح هذا الأوبشن. دكتور، بس يا ريت لو يعني لو سمحت هيك تنزل ريكوردات للمحاضرة، لأنه الوقت كتير بدري وأحيانا أنا باجي للجامعة عشان أحضرها، ومين فما بلحق من المواصلات. منزلات انت ما شفتيهم؟ والله ما مش طالعين عندي الغريبة يعني. عندك تو فيديو موجودات على اليرتين. خلص بشيكم دكتور، يسلموا. أنا عندي الموديل أصلا توصل أشياء متأخر. لا موجودة. أهلا، يعطيك العافية. أهلين. في أي ملاحظة أخرى قبل ما نبدأ؟ طيب خلينا نبدأ إحنا الحصة. اليوم في عندنا راح نبدأ شابتر جديد. شابتر جديد هذا شابتر 3 عنوانه اكسبيرمنتال ايرور. لو كانت عندنا المعطيات التالية، مثلا الماس لجسم ما كانت 4.635 بلس ماينس 0.002 جرام، كان الفوليوم 1.13 بلس ماينس 0.05 ملي. What is the density؟ احنا نعرف ان الدنسيتي تساوي الماس على الفوليوم. طيب we divide this by this، نقسم الكتلة على الحجم، بطلع هيك الجواب بالآلة الحاسبة. لكن هنا بلس ماينس احط شو الرقم اللي لازم احطه هون، مع العلم انه بالماس كان 3.002 بينما بالفوليوم كان بلس ماينس 0.05. اذا بالجواب هون شو لازم احط؟ هذا الموضوع اللي راح نتعلمه تقريبا في هذا الجزء اللي هو احصاء لدرجة ما. طيب significant figure، طبعا الاحصاء ما هم موضوع مهم بالاناليتيكال كيمستري وبغيره، يعني كيف الواحد يحط النتيجه. هذا بيدعونا لمراجعه موضوع significant figures اللي مر معنا في جنرال كيمستري. significant figure اللي هي المينيمم نمبر اوف ديجيتس ريكوايرد تو اكسبريس ذا فاليو اوف ساينتفك نوتيشن وذاوت لوس اوف اكيوريسي، يعني اقل عدد من الارقام يكتب بحيث لا تؤثر على دقه النتيجه. كذلك في موضوع اسمه ساينتفك نوتيشن، الترميز العلمي، كيف نحول رقم صغير جدا جدا الى رقم معقول قابل للتذكر، او رقم كبير جدا جدا الى رقم معقول. هذا اسمه ساينتفك نوتيشن، طريقة الترميز العلمي. مثلا
لو قلنا انه عدد ذرات الكربون 12 اللي هو يساوي عدد افوكادو، عدد افوكادو اللي هو 6 صفر 2 2 صفر 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 صفر، مين اسهل اقول هذا الرقم الطويل كله هيك ولا احوله لهذا الرقم 6.422 ب 10 اس 23؟ هاي الطريقة تحويل هذا الرقم الكبير لهذه الصيغة، هذا اسمه scientific notation. scientific notation يعني ترميز علمي. أو إذا كان رقم صغير جدا مثلا هذا 0.00000 وبعدين بالآخر 199، ها أسهل إني أكتبه 1.99 times 10 to minus 23، هذا اسمه الترميز العلمي. إذا كيف الترميز العلمي؟ هو كتابة الرقم على شكل n ضرب 10 to the n. n هاي اللي هي عادة ما بين الواحد والعشرة، هاي n من واحد لعشرة، أكثر من عشرة لا يجوز. 9.9999 قد ما بدك تحط ماي، أما عشرة لا يجوز ولا يعني أو أكثر. n الصغيرة هاي اللي هي ممكن تكون positive ممكن تكون negative. تمام، هذا هو الترميز العلمي. مثال 568.762 هذا في العدد هذا في 6 significant figures زي ما أخذنا في الجنرال كيمستري، لأن كل أرقام صحيحة. كيف بكتبه بالطريقة العلمية؟ لازم أحط لازم أحطه على شكل فاصلة، هنقولها لهون 5.6، كان في الرقم أقل من 10، 5.6 10 أس 6، هذا الترميز العلمي. طيب هذا رقم 3 significant figures، شو المفروض نكتبه؟ مثلا إذا بدي إياه على الطريقة العلمية 1.56 سنتيمتر، ها 1.536، يعني ما بضيع عندنا الـ significant figures أي شيء. هاي significant figures كان 3 وهذا 3، هاي 4 هون 4، ما تغير significant figures، ما بتتغير، ما بنضيع شيء مستحيل. طيب كيف نحول هذا الرقم لترميز علمي؟ 0.0772 شو بحط؟ بحط الفاصل دائما هون بحيث تكون الرقم اقل من 10. 7.72 ضرب 10 كم خانز احنا؟ من هون نبدا، من محل ما حطينا النقطة 1 2 3 4 5 اذا ما اوكي هو رقم اقل من 10. الان هذا رقم كتب بهذا الشكل، هذا رقم كتب بهذا الشكل، واحنا زي ما احنا شايفين كله في نفس. هذا الرقم شو نحط الفاصل وين؟ 5.05، بعدين نجي كم خانز احنا؟ وين حطينا النقطة؟ كم خانز احنا؟ 1 2 3 4 5 نحطه ماينس. إذا رحنا لهيك يعني الأسقاط كانت أقل من واحد بكون هاي بالماينس، إذا رحنا بالاتجاه الآخر بكون بوزيتيف. مثلا هذا الرقم 23400، وين بنحط النقطة؟ هون بنحطها 2.3400، وبعدين نضرب في 10 أس، كم واحد يتحركنا؟ 1 2 3 4، هذا هو. الآن هون بنلاحظ انه بهذا الرقم ممكن كتابته على هاي الصيغة، او احط صفر او احط صفرين. طبعا الاصفار هاي zeros are significant when they occur in the middle of number. نعتبر الرقم الصفر significant اذا كان بوسط العدد المكتوب، وسط بين الارقام يعني، او بالنهاية، بنهاية رقم بعد فاصلة، نهاية رقم بعد فاصلة. إذا نهاية رقم بعد فاصلة، خلنا نأخذ كيف بعض الأحيان تقدم القراءات الصحيحة. مثلا هذا هنا لو بدنا نقرأ الرقم هنا بالترانس، مثلا في الترانس هاي زيرو كانت وصلنا 50 51 52 53 54 55
58 وبعدين نصير نقرب مثلا 58 بوينت خلينا نقول 3. ها بينما هون هذا هون بدا في الصفر 05.102 بعدين 02123 023 بعدين بقطع 02333. ها اذا الرقم الاول قربناه قبل ما قراناه بهذا الشكل 58.3 يعني يا بزيد 0.1 يا بنقص 0.1 حسب الشخص اللي بقرا. هاي ال 0.1 اللي زائد ناقص 0.1 هاي عادة بنسميها uncertainty يعني مقدار الشك. إذا مقدار الشك في الرقم القراءة الأولى مقدار الشك في بالرقم هذا 0001 يعني دائما الشك بيكون بالخانة الأخيرة. هاي الخانة الأخيرة فيها شك يا بزيد واحد يا تنقص واحد أو هاي يا بزيد واحد. الشك الـ uncertainty بنسميه دائما بكون بالخان الأخير. الخان الأخير في شك لأنه بيعتمد على التقريب، واحد بيقرب على point 2 واحد بيقرب على point 3 واحد. نرجع على significant figures كيف نجمعهم مثلا. لو كان عندي هذا الرقم 1.362 في 10 أس 4 زائد 3.11 في 10 أس 4 كيف نجمعها؟ بما أن هون الأسس متطابقة إذن بطرح بجمع هذول الجمع حاصل جمعهم هيك وهو الجواب صحيح. طيب هذول حاصل جمعهم هيك وهو الجواب صحيح. هون طرحهم هيك وهو الجواب صحيح. شو القاعدة بتقول في حالة الجمع والطرح في الأرقام المعنوية؟ يجب أن يحتوي الجواب الجمع أو جواب الطرح على منازل عشرية، أي منزل عشرية يعني ما بعد الفاصل واحد من ثلاث، كما هو الحد اللي أقل منازل عشرية. هذا في ثلاث وهذا في ثلاث إذن الجواب، فهذا في ثلاث وهذا ثلاث إذن الجواب هنا لازم يكون هذا اثنين وهذا اثنين لازم الجواب يكون في اثنين. هذا هي قاعدة الجمع والطرح. بالنسبة للتقريب إذا كان الرقم المراد تقريبه أقل من خمسة يهمل، أكثر من خمسة يضاف إلى واحد. أما خمسة إذا كان الرقم منتهي بخمسة فينظر لما قبلها. خلينا نقول هذا الرقم قرب الأرقام التالية لخمسة significant figures. هذا في واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة significant. بدنا نقربه لخمسة significant يعني بدي أشطب منزلتين. إذا أقل من خمسة هذولا يعني الأربعة أقل من خمسة هاي تهمة إذا بصير. طيب في هاي الحالة إذا أكثر من خمسة، خمسة وراها إشي يعني يضاف واحد. هاي كانت سبعة صارت ثمانية. طيب إذا كان خمسة وراها صفر أو أصفار أو ولا إشي ينظر لما قبلها، القانة اللي قبلها يعني الرقم اللي قبلها قبل الخمسة. إذا كان فردي يضاف واحد، إذا كان زوجي يهمل خمسة قبلها السبعة، سبعة فردي إذا يضاف واحد بصير كمان. إذا هاي خمسة قبلها زوجي زي هاي الحالة، خمسة قبلها رقم ستة، ستة زوجي لا يضاف واحد يهمل. إذا ليش؟ شو الفلسفة؟ العلماء دائما بيحبوا قال الأرقام تكون منتهية إما بصفر أو برقم زوجي محبة من الله. طيب هو طبقوا هذا القانون بدون الأرقام دائما تكتب على شكل زوجي أو صفر، نعتبر صفر زوجي تمام. الأتوميك ماسز للفلورين مثلا هذا شو هذا؟ خلينا ناخذ المثال بالاول. The molecular mass of krypton chloride is known only to the second decimal point place because we only know. Okay. شوفوا الجدول الدوري للكريبتون كلورايد، هذا الكريبتون اللي هو احد العناصر الخامله والفلورايد. قديش الفلورين هذا كتلته الموليه بالجدول الدوري 18.999 كذا كذا. تنتين درتين فلورايد F2 إذن هاي زائد هاي
بنضيف لهم للكريبتون، هاي كتلة المولي. ملاحظوا هون في عندنا كم ديسيمال بوينت؟ 1 2 3 4 5 6 7، وهون 7 وهون 2. الجواب شو لازم يكون؟ الجواب لازم يحتوي على منزلتين عشريتين فقط. قلنا لازم الجواب يكون يحتوي على ديسيمال بوينت مساوي للحد الأقل ديسيمال بوينت. هذا الحد فيه منزلتين، في 7 أو 7، إذا منزلتين. إذا هاي حاصل الجمع 1 2 1 7 9 6 8 0 كذا كذا. هاي ال 6 اللي بدي أقربها بما أنها أكثر من 5، إضافة يقاف إلى 9 1 بتصير 7، 79 بتصير 8. إذا هاي 1 2 1.86، هذا الجواب الصحيح. هذا رقم جديد 1632 ضرب 10، وهذا في 10 أس 3 وهذا في 10 أس 6. في الحالة لما تكون الأسس هون مختلفة، طبعا السيجنفكنت فيجر الأسس ما لهاش دخل، احنا بنشوف هون كم ديسيمال بوينت، كم هذا ديسيمال بوينت وغيره. هذا الرقم ضرب 10 أس 5 وهذا 10 أس 3 وهذا 10 أس 6، لازم أوحد الأسس أعملهم كلهم 5 مثلا. هذا اللي بدي أحط 10 to the 3، أحط بدلها 10 to the 5، بقلل هاي بزيد 50، شو بصير؟ 0.04 1 أو 7 في 10 أس 5. طيب هذا 10 أس 6 بحط ال 5 بزيد 5، صار 9.84 في 10 أس 5. وحدنا الأسس، الآن نجمع. هذا كم ديسيمال بوينت؟ 2، هون 5، هون 3. الجواب شو لازم يكون فيه؟ منزلتين عشريتين فقط. اذا هاي الثلاثة او 7، بما ان الثلاثة اقل من 5 تهمل، وطب الجواب 11.5 1 10 to the 5. هاي الطريقة. هذا كمان مثال اخر، هذا كلهم 10 to 6 10 to 6 10 to 6. اذا بجمع الارقام هاي وبقرب الأرقام بحيث تحتوي على كم منزلة عشرية. في عندي هنا 3 منازل 10، هنا 7، هنا 4. الجواب لازم يكون 3 منازل 10، لأن بطلع الجواب بالآلة الحاسبة، بعدين بقربه بحيث يكون في عندي 3 منازل 10، 3 منازل 10. هاي 3 منازل. الآن ننتقل للمالتيبليكيشن اند ديفيجن، اللي حاسب الضرب والقسم. شو قواعد السيجنفكنت فيجر؟ هذا رقم مضروب في هذا الرقم، الجواب هذا الرقم بالآلة الحاسبة. كيف يجب أن يكتب الرقم؟ هذا بالجمع بالضرب والقسمة نراعي عدد السيجنفكنت فيجرز للأرقام المضروبة أو المقسومة. مثلا هذا الرقم في 3 significant figures، وهذا 3، إذا الجواب لازم يكون في 3 significant figures على هذا المعنى. طب هذا الرقم في 1 2 3 4 5 significant figures، وهذا في 2، الجواب لازم يكون في 2 significant figures فقط. هذا الجواب في 4 significant figures الرقم، وهذا في 7 6 significant figures، والجواب لازم يكون في 4 significant figures فقط. إذا بالضرب والقسمة من راعي significant figures، بالجمع والطرح decimal points اللي هي منازل عشرية، والتقريب نفس القواعد. باللوغاريتمات، هذا موضوع جديد عليكم، أخذته في الجنرال كيمستري. اللوغاريتمات كيف بطلع اللوغاريتم؟ مثلا log هذا الرقم log 339 بالآلة الحاسبة بيطلع هيك. طب كيف لازم أكتبه؟ أحط كل الأرقام هاي ولا لازم أختصر؟ الرقم هذا، الرقم اسمه اللي بدي اطلع له اللوج، اسمه الرقم 339 3 significant figure. الرقم والمنتيسة، هاي المنتيسة اللي باللون الازرق، لازم يكون نفس significant figure. يعني هذا 3 significant figures، هذا 3 significant. المنتيسة اللي هي جواب اللوج ما بعد الفاصل اسمه منتيسة، هاي المنتيسة، هذا اسمه كاركتر، هذا اسمه منفي. طيب اذا اثنين هاي اسمها كاركترستيك او كاركتر، وال 530 بسموها منفيسه
اللوغاريتم. طيب هذا رقم log 3.39 10 to minus 5. هذا الرقم 3 significant figures. إذن لازم تكون المنتيسة يعني بجوابه بالجواب تبع اللوغاريتم 3 significant figures اللي هما بعد الفاصل هاي الفاصل بعدها 3 واحد من ثلاثة. هاي الثلاث هاي أوكي. هذا رقم 1 2 3 4 5 significant figures بالمنتيسة لازم يكون 5. 1 2 3 4 هاي الفكرة تبعت اللوغاريتمات الرقم والمنتيسة. اوكي لو بدي اخذ عكس اللوغاريتم اللي بنسميه الانتيلوج يعني حول هذا لها بالعكس انتيلوج ل ماينس 3.61 يعني بمعنى اخر بالآلة الحاسبة 10 to minus 3.61 قد ايش جوابها 2.5 10 to minus 4 الانتيلوج مكتوب في الكاركتر هذا الكاركتر وهذا المنتيسة 2 significant figure إذن لازم أحط الرقم 2 significant figure الانتيلوج ل 4.65 هاي المنتيسة وهاي الكاركتر إذن الرقم لازم الجواب يكون فيه فقط 2 significant figure هاي المنتيسة هون 10 to minus 3.400 هذا الكاركتر ثلاثة المنتيسة 3 significant figure لازم الرقم يكون فيه 3 significant figure طبعا هذا احنا ما بناخذه هيك لانه له تطبيق في البي اتش اذا بتعرفوا البي اتش يساوي ماينس لوج الاتش بلس كونسنتريشن فلما بكون في عندي رقم اللي بطلع البي اتش براعي السيجنفكنت فيجر القاعده شو بتقول الرقم والمنتيسه يجب ان يحتويا على نفس عدد الارقام المعنيه ارقام الايرورز ايرورز الموجوده بالشغل في الكيمياء الى انواع في نوع الاول بسميه سيستيماتيك سيستيماتيك يعني رتيب متكرر او الى اسم اخر ديتيرمينت ايرور يعني قابل للتقدير ديتيرمينت عاده ينشا from a flaw of recruitment او كذا من من حركة الأدوات وغيرها أو استخدام الأدوات المختلفة بنتج جيد أثناء العمل يعني systematic مثلا يعني systematic error نفرض أنه عندنا ميزان والميزان هذا مش مصفر مضبوط برجع المؤشر دائما على الخمسة ما بوقف على الصفر إذن كل مرة هذا بزيد لي بالوزن 5 كيلوغرام اذا انا طلع وزني مثلا 85 فشل ال 5 بكون وزني الحقيقي 80 هذا اسمه سيستماتيك ايرور كل مره بتكرر وبعرفه مقداره هاي الديتيرمنت بعرفه وبخصمها او بعدل هذا اسمه سيستماتيك طيب الان مثلا هذا مثال عندنا هون standardization of pH meter يعني pH meter مثلا قياس هذا جهاز pH meter في بعض الأحيان بيكون مش معاير مضبوط بعايره كيف بعايره؟ بعايره بمحلول قياسي محلول معروف pH له بضبط الجهاز على المحلول إذا لو كان عندي buffer solution هذا البفر اللي هو بضبط عليه الجهاز 7 pH له بينما pH الحقيقية قديش تطلع 7.08 يعني قديش في فرق قديش في فرق 0.08 إذا لو جبت محلول أمنون وقرأ عندي 7.31 بضيف له 0.08 بس بيكون 7.39 يعني عدلت زي مثال الميزان اللي ضربنا إذا القراءة بفر سوليوشن المفروض تطلع 7 طلعت على الجهاز هالجد المحلول مجهول طلع على الجهاز هالجد المفروض يصير او بعد التعديل المفروض يصير هيك اوكي هذا كيف بعدل يعني كل البي اتش ريدنج لازم اضيف لها 0.08 حتى تطلع صحيحه
لأنه الخطأ بالجهاز بزيد دائما أو بنقص 0.08. الآن هذا اسمه systematic error. systematic error. في بعض الأحيان بنستخدم أدوات غير معايرة مش مضبوطة، مثلا الميزان، مثلا يوريت اللي هي السحاحة هاي، كمان هذا ممكن إنها ما تعطينا السرعات بالضبط، ما تكونش السرعات في تذبذب، يعني مرة بتطلع الكلام، مرة بتنزل، مرة هذا بسبب إنها uncalibrated. فالمضبوط شو يساوي؟ لازم نعملها كاليبريشن، يعني نعايرها. عادة بكون الخلاف مكتوب بالمناسبة على كل أداة قديش مقدار الخطأ اللي فيها، يعني مثلا زائد ناقص، عادة بكتبوا على الجريد زائد ناقص كذا، زائد ناقص. هذا بالنسبة ل مثلا هاي القراءة، هاي قراءة البيوريت، يا بزيد 0.04 يا بتنقص 0.04، الحد الأدنى والحد الأعلى. إذا بنقول هذا البيوريت قراءته يا بزيد 0.04 يا بتنقص 0.04، وهذا التخصيص معناته. فإحنا بنعرف كيف مقدار الخطأ اللي في هذه القراءة. طيب. أو 0.03. البيوريت ريدنج 20.43 مل، الكوريكت بوينت اوف. اذا الاكتوال ريدنج بطرح 0.03 من القراءه اللي بالصحاحه بيطلع 29 بوينت. اوكي، كيف يمكن الكشف عن السيستماتيك ايرور؟ ها السيستماتيك ايرور يكشف analyze samples of non-composite films such as standard reference materials عن طريق قياس محلول standard أو reference material اللي نسميها معلومة النتيجة، وعلى الجهاز إذا طلعت نفس النتيجة بكون أوكي الجهاز مضبوط، إذا النتيجة مختلفة بدو معايرة بعرف إنه في error في الجهاز. إذا مثلا الميزان، خلينا نقول بجيب الكيلوغرام، كيلوغرام قطعة حديدية، كيلوغرام بحط على الميزان، إذا الميزان أعطاني كيلوغرام بكون الميزان مضبوط، إذا ما أعطاني بكون مش مضبوط. إذا بكشف إنه في سيستماتيك ايرور عن طريق وضع مقياس معلوم على الجهاز وهل أعطاني نفس النتيجة أو لا. النقطة الثانية analyze blank sample. blank sample مرت معانا بالمحاضرة الماضية، اللي هو محلول بيكون فارغ من الانالايز، وبعمل له مثلا معايرة ولا شيء، هل بتتغير النتيجة ولا لا؟ إذا ما تغيرت النتيجة، ها if you observe a non-zero result اوكي، يعني زيادة أو نقصان في البلانك معناته في خطأ، بنعرف قديش الخطأ مقداره ومقدره. بعدين في طريقتات الكشف عنه، إني أستخدم different methods of analysis، يعني بستخدم أكثر من طريقة للتحليل. في عدة طرق، مثلا طريقة استخدام الفولتميتر أو البي اتش ميتر أو السبكتروميتر، بستخدم على طريقتين ثلاثة، إذا ما اتفق ان الطريقتين او الثلاثة بكون في عندي خطأ، ما في طريقة ما. تمام. او اني اعمل التجربة او القياس في مختبرين او ثلاثة. هذا الكلام كله مفيد الان بموضوع كورونا، عندنا موضوع كورونا، مرات تطلع النتيجة بوزيتيف، مرات تطلع نيجاتيف. طيب شو الصح؟ الصح يا اما بودي على مختبرين ثانيات ثلاث وبتأكد. هاي احد الطرق، هاي اللي بنسميها راوند روبن اكسبيرمنت، اعمل التجربه بعده مختبرات مثلا، او اعمل تجربه بعده مختبرات، او اني انا ايش استخدم عده طرق للقياس. هاي الطريقه اللي بالوسط، و
الطريقة الثالثة أفحص الجهاز، يكون عندي عينة مثلا، عينة معلومة إنه فيها، معلوم إنه فيها فايروس. فإذا قستها على الجهاز اللي أنا بدي إياه هذا وطلع الباب منه، معناه الجهاز شغال، أو عينة ما فيهاش فايروس وجهازي قرأ إنه ما فيهاش فايروس، معناته الجهاز شغال. هاي الثلاث طرق اللي نكشف فيهم عن سيستماتيك ايرور. في نوع اخر اسمه راندوم ايرور، راندوم عشوائي، it is called indeterminate ايرور. راندوم، راندوم يعني غير معروف السبب وغير معروف كمية الخطأ. هذا يحصل بالصدفة، وفي ناس بيسموه accidental error، يعني بحادث. زي مثلا واحد وهو شايل كمية من الباودر على ورقة بده يروح يوزنها، ادعتر أو اصطدم بزميله وكذا، وانكب جزء من الباودر هذا، وشو بده يلمه؟ هذا اسمه accidental error أو random error، ما بعرف قديش انكب بالضبط. تمام، إذا الراندوم ايرور كانت بي اليمينيتد، لا يمكن انك تعوض الراندوم ايرور بصورة صحيحة، لكن ممكن تقلل من الراندوم ايرور عن طريق ايش؟ عن طريق الخبرة. الخبرة شو يعني؟ يعني هسه لما تجيب موظف جديد ونعينه في مختبر ونقول له قيس كذا كذا، اولها بكون هيك يعني عمله مش سلس ولا فلكن اللي معاه خبرة يكون عمله سموث وشغله أدق. لذلك دائما الشركات لما بتطلب بيقول لك ايه بدي معاه سنة خبرة أو سنتين خبرة، لأنه هذا اللي معاه خبرة بكون عادة شغله سلس ودقيق، وبتكون الأخطاء عنده أقل. في مصطلحين معروفين عندنا او شائعين في الاحصاء، اللي هو البريسيجن اند اكيرسي. البريسيجن تصف قرب النتائج من بعض البعض، يعني لو عدت التجربه 5 مرات والنتائج كانت كلها قريبه من بعض البعض بقول الشغل بريسايس. اما الاكيرسي تصف قديش قرب النتيجه من القيمه الصحيحه الفعليه، هاي الاكيورسي. اذا الفرق بين الاكيورسي والبريسيجن، هذيك بتقيس الارقام بعضها ببعض، وهاي بتقيس ايش؟ النتائج من الحق. absolute and relative uncertain. شو معنى absolute؟ absolute مجرد بالعربي، والrelative النسبي. absolute uncertainty احنا قلنا مثلا عند القراءات معينة بتكون فيها plus minus 0.02، هاي بنسميها absolute uncertainty، هاي absolute. اما اذا طلعت قسمت هاي الـ absolute uncertainty قسمتها على القيمة الحقيقية وطلعتها كنسبة مئوية، بتكون اسمها أو relative uncertainty. هاي الـ relative uncertainty. مثلا لو كانت قراءة سحاحة 24.45 plus minus 0.02 مللتر، هاي الـ 0.02 بتكون شو اسمها؟ absolute uncertainty. لكن إذا قسمت هاي على هاي بطلع الجواب اسمه relative uncertainty، هاي لو قسمتها على القيمة. إذا الـ percent في إشي اسمه هاي relative، في percent relative يعني حول النسبة مئوية بضرب في 100% بطلع الجواب 0.48%، هاي اسمها relative uncertainty، أو هاي 100% relative uncertainty، relative uncertainty. تمام.
مثلا لو كانت عندي قراءة معينة 10 مللي وكان الابسوليت انسرتينتي هالقد، فالريلاتيف انسرتينتي 0.02 تقسيم 10 بيطلع 0.2. طيب كذلك الامر لو كانت القراءة 20 مللي وهاي 0.02 نفس الصحاحة تطلع 0.1. لو كانت القراءة 40 مللي تطلع 0.05. بنلاحظ مايل كل ما كبرت القراءة بتقل الريلاتيف انسرتينتي بتقل، اما الابسوليت انسرتينتي ما بتتغير، هاي بتقل كل ما كبرت القراءة. تمام. ف if you use 50 millibuyut، يعني لو كانت السحاحة اللي مستخدمها 50 مل حجمها، بدنا نعاير شيء قيمة ما بين 20 و 40 يطلع النتيجة، بتكون الانسرتينتي تقريبا ريليتيف انسرتينتي ما بين ال 0.1 وال 0.05، هذا مقدار الانسرتينتي. طيب السؤال 20 ملي جرام بير لتر از ايكوال تو كم جرام بير متر مكعب؟ هاي تحويل، عملية تحويل 20 ملي جرام بير لتر، كيف بنحولها لجرام لكل متر مكعب؟ لازم احول الملي جرام لجرام واللتر لمتر مكعب. 20 ملي جرام يعني 20 في 10 سالب 3، هذا حولناها لجرام. اللتر في لمتر مكعب، احنا معروف انه المتر المكعب 1000 لتر، يعني في 10 اس سالب 3. الجواب 20 ملي جرام از ايكوال، طيب لا هون تقريبا نفس هون 20 ملي جرام بير لتر، قديش احولها لبي في ام؟ الملي جرام باللتر قلنا نفس البي في ام، 20 ملي جرام بير لتر بيطلع لنا 20 في ام. ال 20 ملي جرام بير لتر از ايكوال تو نفس الرقم هذا اللي هو 20 جرام بير لتر، لانه هاي مضروبه ب 1000 وهاي مضروبه ب 1000 بتطلع هاي النتيجه. هاي الملي جرام بير لتر بالتعريف معروف انه تساوي في جي. هاي بس هيك للتذكير بالشابتر الماضي. اسئله سؤال كذلك هذا هون. Determine the number of significant digits in the following number. كم significant figures في هاي الارقام؟ تمام مثلا 1 2 3 4. طيب هذا 1 2 3 4 هذول وار الشمال ما بتنحسب، كل الاصفار اللي على الشمال ما بتنحسب. اذا 1 2 3 4 significant figures. طيب هون 1 2 3 4 significant figures. ليش؟ لانه هذا الصفر يحسب لانه جاي بعد فاصل. على يمين رقم بعد فاصل. هذا الصفر يحسب لانه بين رقمين. هذا الصفر يحسب لانه على يمين رقم بعد فاصل. هذا الصفر لا يحسب لانه على الشمال للرقم. هذول الاصفار المحصوره بين رقمين معنويين، ارقام معنويه. الاسس ما لهاش دخل. وهكذا. طيب هذا مين بقول لي قديش كم رقم معنوي في هذا؟ كم سيجنفكانت فيجر؟ طبعا الاصفار على الشمال 1 2 3 لا تحسب. يحسب هذا 1 2 3 وهذا يحسب. ليش هذا يحسب؟ لون جاي على يمين رقم بعد فاصل. وهكذا. هاي تمرينات لكم على الموضوع مراجعة. Express the answer of each of the following with the correct significant figures. قديش significant figures؟ هذا يعني جمع زائد هذا زائد هذا. قديش الجواب؟ على الآلة الحاسبة بنجمع هذا زائد هذا، بس هذا فيه أربعة سجنين ثلاثة ديسيمال بوينت وهذا بس ثلاثة، الجواب لازم يطلع في الثلاثة. أوكي هذا في ثلاثة وهذا ثلاثة كمان نفس الشيء بنجمعهم، يطلع ثلاثة ديسيمال بوينت، هذا تو ديسيمال بوينت وهذا تو ديسيمال بوينت، لازم يطلع تو ديسيمال. طيب والأسس نفس الشيء. هذا الأسس مختلفة، هاي خمسة وهاي ثلاثة وهاي ستة، بعملهم كلهم خمسة، بختار الوسطى. الأس الأوسط وبحول الصغير والكبير له. هذا لما بدي أحوله لأس خمسة بحط زيرو هون، زيرو أربعة بوينت زيرو فور ون أو سبعين في عشرة أس خمسة، وهذا بدي أنزل من خمسة بصير ناين بوينت إيت فور كنسل فايف وأجمعهم. طبعا المحصلة لازم تكون أقل